أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. تسببت الحرب في اليمن في غياب شبه تام لدور المؤسسات الحكومية، ما دفع العديد من الشباب والفتيات إلى تأسيس مبادرات مجتمعية لسد ولو جزء بسيط من الفراغ الذي خلفه هذا الغياب المؤسساتي، وردم ولو جزء من الفجوة الكبيرة في مجال الخدمات التي أحدثها الانقلاب والحرب. عاما بعد آخر من الحرب تفاقمت الأزمات وتضخمت أعباء الحياة على أكتاف اليمنيين، وأطالت نتائج الحرب كل مدينة وقرية. خلفت الأزمة مئات الآلاف من النازحين، ودمرت وأغلقت آلاف المدارس، وحرمت مليوني طفل من حقهم في التعليم. انتشرت الأوبئة بسبب تراكم النفايات في الشوارع، انقطعت مصادر المياه، دمرت الطرقات، ولم يبقى في الحياة اليمنية جانب دون أن تصيبه الخمس سنوات العجاف من الحرب بالخلل والتدهور. وأمام هذه المعاناة الناتجة عن هذا الفراغ، وجد اليمنيون أنفسهم أمام خيارين: إما السقوط في حفرة المعاناة أو التكافل الاجتماعي لإخراج بعضهم ولو ببعض الجهود البسيطة. بدأت بعض المكونات المجتمعية بالمساعدة لتخفيف معاناة المواطنين بإمكانيات بسيطة وإجراءات تقليدية من خلال تأسيس مبادرات تقدم خدمات في مجالات مختلفة، ابتداء من توزيع الأغطية في مواسم البرد، ومرورا بتنظيف شوارع المدن، وانتهاء برصف الطرقات الوعرة. كانت هذه المبادرات بمثابة العكاز الذي يتكئ عليه اليمنيون لتفادي السقوط في براثين الحاجة. عن دور المبادرات المجتمعية في ظل غياب دور المؤسسات الحكومية سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المنصة. ما أهمية هذه المبادرات في خدمة المجتمع خصوصا في وقت الأزمات والحروب؟ هل استطاعت هذه المبادرات سد ولو جزء بسيط من الفراغ الذي خلفه ضعف الدولة وغياب مؤسساتها؟ ما أبرز العوائق التي تواجه القائمين على هذه المبادرات؟ وهل كان لهذه المبادرات أثر ملموس في المجتمع؟ كل هذا سنناقشه في حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من شوارع المدن اليمنية. دور المنظمات والمبادرات الشبابية التي تقام في محافظة تعز وفي جميع بقاع اليمن يقومون بعمل دولة، يعني مبادرات شبابية تقوم بتنظيف الشوارع وتقوم برفع المخلفات، وأيضا تقوم بنشر يعني مساعدة طلابية لنهضة التعليم في بلادنا. لا استغناء عن الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية، ولكن حاليا في غياب الدولة المنظمات هي من تقوم يعني بصرف الإغاثات والمعونات الإغاثية، ولكن لا تقوم بعملها يعني لا تشمل كل المناطق كونها يعني كمنظمة أو مبادرة يعني شبابية بسيطة. نطالب الحكومة اليمنية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كون الخدمات التي تقدمها المنظمات غير كافية ولا تفي باحتياجات المواطنين. كانت الدولة في هذه الأيام وفي ظل الأزمة الموجودة في اليمن يعني ليس لها وجود في ظل الحرب الدائرة، فكان الشيء الموجود في هذه الفترة هي دور المنظمات، فعملت المنظمات أكثر من مشاريع، والدور الذي برزته كان له دور إيجابي تخطى يعني الحرب. بالنسبة للمنظمات الدولية لعدة تكاثرها في سبب الصراعات والحرب الحاصلة في مدينة تعز خاصة وفي اليمن عامة لا تغطي احتياجات المواطن، وإنما تسعى لسد الاحتياجات الضرورية. طبعا وجدت في سبب الصراع وغياب الرقابة والتفتيش والدولة وجدت منظمات دولية ومجتمعات مدنية بلا حساب. بالنسبة للمبادرات المجتمعية والشبابية هي تسهم في خلق الوعي لدى المجتمعات وزرع ثقافة العمل الطوعي من أجل تنمية المجتمعات، ولذلك نحن في محافظة الجوف نتلمس خلال هذه الأيام ما يقوم به بعض الشباب في مبادرات مختلفة في مختلف المجالات، وهذا ربما يقوم بمقام مساندة السلطات الرسمية أو ربما يقوم أيضا
في يقوم بعمل السلطات الرسمية في ظل تقاعس هذه السلطات. ولذلك نحن في محافظة الجوف نشجع الشباب ونشجع كل فئات المجتمع على أن تقوم بمبادرات شبابية مجتمعية من أجل خلق رأي مجتمعي موحد، وأيضا من أجل خلق ثقافة السلام والمحبة وبناء الوطن. طبعا المبادرات المجتمعية تعتبر سلوك حضاري ويدل على وعي المجتمع والشباب الموجود في المجتمع، بحيث أنها تكون هذه المبادرات تأتي مساندة لدور أداء الحكومات لتنمية المجتمعات. أيضا في بعض الأحيان قد تقوم هذه المبادرات مقام أداء السلطات المحلية وأداء الحكومات. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا نجيب الفهيدي الذي ينضم إلينا من تعز. مرحبا بك نجيب، مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين والمشاهدين. صحيح، ينضم إلينا من السعودية. نجيب، إذن مشاركتك حول موضوع الحلقة عن أهمية المبادرات المجتمعية خاصة في الظروف التي تمر بها اليمن وغياب شبه تام لدور المؤسسات الحكومية. موضوع الحلقة مهم جدا بالنسبة للمبادرات المجتمعية، والمبادرات المجتمعية ليست وليدة اللحظة. أغلب الطرقات التي شقت والمدارس التي شيدت كانت بتعاونيات من أبناء المجتمع، وحاليا في ظل الظروف والحروب التي تمر فيها البلاد انعدمت وانقطعت الخدمات تماما، ونحن في أمس الحاجة في المجتمع لهذه الخدمات كالتعليم والطرقات والصحة. فنحن في منطقة بني حسام التابعة لمديرية شرعة برونة، لدينا طريق وعرة جدا من 30 سنة تسببت في وفيات الكثير من الحالات لعدم الاستطاعة وعدم القدرة لإسعاف المرضى والحالات المستعجلة إلى المستشفيات. مثلا حالات النزيف لا يمكن إسعاف المريض بأقرب وقت ممكن إلى المستشفى، لأن المسافة والمدة لكي توصلنا إلى المستشفى بسبب ظروف الطريق تقريبا حوالي ساعة نص ساعة 50 دقيقة، ولو وصلت في الطريق تكون المسافة تقريبا حوالي 15 دقيقة. نعم. وحاليا قام بعض الشباب، قمنا بمبادرة مجتمعية لبعض الشباب، وقمنا بفرق المغتربين وكذلك المواطنين بمبالغ رمزية أو كل الحق في استطاعته. نعم. بدأنا باشتراك 100 ريال، كل مغترب 100 ريال. تقريبا أبناء المجتمع المغتربين من منطقة بني حسام يفوق 450 مغترب، وكذلك 100 تاجر و50 رجل أعمال و400 مدرس. لو تكاتف الجميع وعملنا كلا يد واحدة قادرين على إنجاز مشروع ربط طريق الشجابي بني حسام، وكذلك قادرين على إنجاز مشاريع أخرى كخدمات تعليم وخدمات صحة، لا بد من تكاتف وتعاون الجميع في مثل هذه الحالات، وخاصة في ظل هذه الظروف الحرجة والحروب التي تمر فيها البلاد. نعم. وعبر هذه المنصة وعبر هذه البرنامج أتقدم بدعوة لكافة أبناء المجتمع من منطقة بني حسام أن يتعاونوا معنا ويشدوا على أيدينا لإنجاز المرحلة ورصد الطريق كي نخفف من معاناة أبناء منطقتنا وننجز شيئا يسيرا مما قدر الاستطاعة. نعم، إذا نجيب الفهيدي كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك، أشكرك أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام اتصال آخر من تعز هذه المرة، أسامة عبد العزيز. مرحبا بك أسامة، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك أسامة، هل نشط في مبادرة سابقا، وما نوع هذه المبادرة وما نوع الأعمال التي قمتم بها؟ احنا قمنا في مبادرة شبابية. نعم. في ظل هذه الأوضاع المتردية يعني في اليمن بشكل عام، فحدث عندنا وقع حمى الضنك في مديرية خدير، فقمنا بمبادرة شبابية. نعم. قمنا بها مجتمعية باسم مؤسسة الأمن الخيرية، مؤسسة محلية بتمويل من الشيخ مروان البرطي، بحيث ان احنا نقوم بمعالجه امراض حمى الضنك. الناس نعم. مساكين غير قادرين على المعالجه. لدرجه انه توفى تقريبا 43 شخص مصابين بحمى الضنك، توفوا خلال شهرين. فقمنا
بمبادرة شبابية. نعم. معالجة الناس الفقراء المساكين. استقبلنا تقريبا كرقم مؤكد 1400 حالة. أين كنتم تستقبلون المرضى؟ هل قمتم مثلا بإنشاء مخيم أم كيف؟ في عيادة خاصة باسم مؤسسة الأمانة الخيرية بالتعاون مع أصحاب العيادات. نعم. تمام. أسامة، بما أنكم قمتم بجهود من المفترض أن يقوم بها السلطة المحلية وقطاع الصحة خاصة في تعز، عندما بادرتم بعمل ذلك هل لقيتم دعم من قبل هذه الجهات؟ هل تم التنسيق معهم؟ هل كان هنالك عمل مشترك؟ تم التنسيق مع مكتب الصحة. نعم. مع مدير مكتب الصحة في المنطقة. بصراحة يعني المدير ما قصر، مدير مكتب الصحة يعني مبادرة شخصية. تمام. ما فقام تمويلنا بشوية مغذيات. تمام. بينما كان التمويل أكثر من حيث الرواتب ودفع الرواتب وبقية الأدوية وتحمل البرنامج على عاتقه باسم الشيخ مروان. تمام. ومديرية خدير بشكل عام، الصيلو، سامع، الرائي دوارزان، الزيلعي، الحوضان. لا الحمد لله. وصلنا. جميل أنه كان هنالك تفاعل من قبل السلطة المحلية معكم ودعم أيضا، وتحية لكل الشخصيات ورؤوس الأعمال، رؤوس الأموال والتجار الذين قاموا بدعمكم. أسامة، ما هي أبرز العوائق التي واجهتها أثناء المبادرة؟ ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء التنفيذ؟ كان عندنا يعني نقص في شحة الأدوية في الفحوصات التي هي الدينجو الخاصة بتشخيص حمى الضنك. تمام. هذه هي التي كنا يعني نعاني من شحتها. فحاولنا قدر المستطاع ان احنا نمنع من هنا وهنا. فنرجو يعني كنا من المنظمات الدولية الانتباه لهذا الموضوع، لأنه موضوع وباء وليس موضوع ساحل كمرض أي مرض، هو وباء الضنك كوليرا، هذه هي أوبئة. فالحمد لله في مديرية خدير خفت نسبة المرض حمى الضنك إلى 90%، بينما هي أول مرة يحدث الوباء في هذه المديرية. فنحن أول من يقوم بهذا النشاط باسم مؤسسة الأمل، أول من يقوم بهذا النشاط بالانتباه لمعالجة الناس الفقراء المساكين غير قادرين، بينما كان المركز الصحي يستقبل وليس قادر على الاكتفاء. تمام. وفي شحة كمان في المراكز الصحية، موجود كمان شحة في الموضوع كان فحوصات. نعم، والأمل فيكم نجيب. كل الشكر لكم لكل الجهود التي تبذلوها في هذا العمل التطوعي الشباب الجميل. نجيب الفهيدي، أنت ناشط مدني في تعز. أسامة عبد العزيز، عفوا، أنت ناشط مدني من تعز، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أسامة. اتصال آخر من الجوف، معنا الناشط المدني علي العنثري. مرحبا بك علي، مساء الخير علي، هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بعلي. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب لاستطلاع بعض التعليقات التي وردتنا على الموضوع عندما قمنا بطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، ونستعرض أبرز هذه التعليقات. التعليق الأول من عبد العزيز يقول: من وجهة نظري لا تعطي مردودها الإيجابي الحقيقي للتنمية، إنما كما يقال عصفور في اليد ولا عشرة فوق الشجرة، وبكل أسف يستغلها بعض ضعفاء الأنفس منهم في السلطة أو المؤسسات المجتمعية المحلية أو الدولية للفائدة على حساب الناس البسطاء، وهذه حقيقة.
فعلا هذا جزء من ما يحصل على أرض الواقع، أنه يتم استغلال الشباب المتحمسين المبادرين من بعض الجهات خاصة الممولة خارجيا. تعليق آخر من معتز الحميري يقول: دور المبادرات المجتمعية ينشط لأحد سببين، أما بدراسة وتوجيه حكومي وهو الأفضل، أو لغياب دور المؤسسات الحكومية في الوقت الذي تشتد حاجة المجتمع للخدمات، والأخير هو ما يحصل في اليمن حاليا. تعليق آخر، تعليق آخر من عبد الله يقول: عبد الله، للمبادرات الطوعية والمجتمعية دور كبير وفعال جدا في مجالات مختلفة في المجتمع المدني، حيث أصبحت المبادرات الشبابية خصوصا في محافظة تعز تتحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليات المجتمعية البارزة من هذه المبادرات التي تسعى لإبراز الملامح الجميلة للمدينة. فهناك مبادرات تعمل بين الحين والآخر على تنظيف شوارع المدينة من أكداس القمامة المتراكمة هنا وهناك، من أكوام القمامة يقصد عبد الله. إذا يعود معنا علي من الجوف، مرحبا بك علي، هل أنت معي؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك، مساء الخير علي. علي، كيف هو العمل التطوعي في الجوف؟ هل هنالك مبادرات وشباب ينشطون بالعمل التطوعي في الجوف؟ يا مساء النور، أهلا وسهلا. محافظة الجوف اليوم غير المحافظة الأمس. كيف تختلف؟ بماذا تختلف؟ وعي شبابي ومبادرات كثيرة. نعم. لم تكن موجودة من قبل، ولكنها وجدت اليوم عندما وجد الوعي، وفي ظل أيضا غياب السلطة وغياب الدولة. فالدولة لا تحسب محافظة الجوف كمحافظة من محافظات الجمهورية، بحيث لم تدعمها بمشاريع ولا خدمات، وكل شيء منقطع في المحافظة إلا ما كان من جهود من السلطة ومن إيرادات المحافظة. ولذلك قامت المبادرات، وقام الشباب في قبل يومين بمبادرة تشجير شارع الريان، كان لها صدى كبير جدا، وانشئت أيضا مبادرات أخرى من خلفها، وهذا دليل على وعي أبناء محافظة الجوف وضرورة إظهار إحساسهم بضرورة تنميتهم واستشعارهم بالمسؤولية. فأبناء المحافظة إن لم يقوموا جميعا فلن تقوم قائما محافظتهم، ولا وإذا أركنوا على الدولة أو على السلطة بدون أن يقوموا بواجبهم فلن تنمى ولن يعيشوا أي إزهار. طيب نجيب، إذا لم تقم السلطة بواجبها، على الأقل هل تدعم هؤلاء الشباب؟ هل تسهل لهم عملهم؟ هل يتم التنسيق بينها وبين هؤلاء؟ كيف هو دور أو رد فعل السلطة المحلية عندما ترى الشباب هؤلاء يقومون بما يتوجب هم القيام به؟ نعم علي. طبعا هو السلطة ترى أن الموضوع محرج لها عندما قامت، وبعدما أعلنوا شباب المبادرة عن مبادرتهم يعني قاموا وقدموا التسهيلات، ولكنه بعد ما أعلنوا فتم التنسيق أيضا مع مكتب صندوق النظافة والتحسين في هذه المبادرة، وتم عمل المشروع. نعم علي، ما هي أبرز الجوانب في محافظة الجوف التي تحتاج العمل فعلا عليها، والتي تعاني من إهمال من قبل السلطة المحلية، وبالتالي يتضرر من هذا الإهمال المواطنين؟ وأيضا ما هي رسالتك لرؤوس الأموال والتجار والمقتدرين لدعم هؤلاء الشباب في تنفيذ هذه المبادرات؟ محافظة الجوف تفتقر إلى أبسط المقومات من جميع النواحي، ليس من جانب آخر، فالجانب التعليمي فيها منخفض جدا، وكل مدرسة المدرسة الواحدة يحتوي أحد الفصول عليها فيها إلى 100 شخص، بينما استيعاب الفصل إلى 30 شخص، وهذا لن يسهم في تعليم الأطفال أو الشباب. وأيضا القطاع الخدمي من قطاعات ماء، وأيضا
التعليم العالي. فيه محافظة الجوف فيها اليوم كلية جديدة يعني لم تكن موجودة، ولكنها تحتاج إلى أكثر وتحتاج إلى اهتمام من جانب الحكومة، بحيث أنها محافظة نائية ومحافظة أيضا ثرية، ففيها من الثروات والخدمات التي يغني اليمن. فأثر لو تم الاهتمام بالجانب الزراعي فقط فبإمكانه أن يغطي كامل الجمهورية، الجانب الزراعي فقط بدون الثروات النفطية والثروات المعدنية والحجار والمساحات. شكرا علي. محافظة الجوف محافظة غنية ولكنها جوهرة في يد فحام، فالدولة لا تلقي لها أي اهتمام، والمنظمات لا توجد أي منظمات داخل محافظة الجوف. المنظمات كلها مربوطة بالعاصمة صنعاء، والعاصمة صنعاء بيد ميليشيا الحوثي، وبهذا لن لا يصل محافظة الجوف أي شيء من هذا. أنا من الجوف، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر من عصام الأحمدي الذي ينضم إلينا من اسطنبول، مرحبا بك عصام. عصام، في موضوع العمل التطوعي والمبادرات الشبابية هنالك دائما ما يكون فريقين، هنالك من يدعم العمل التطوعي ويقول أنه مهم في خلق حالة مجتمعية متماسكة بين المجتمع، وهناك من يقول أنه قد يدفع هذا الأمر السلطة المحلية للتكاسل لاستغلال هؤلاء الشباب أيضا حتى من منظمات خارجية. ما رأيك أنت عصام؟ أولا مساء الخير. مساء النور. أشكركم على الاستضافة. وبالنسبة للعمل الشبابي والتطوعي هو مهم جدا طبعا، ومثل ما قلت فعلا احيانا السلطه المحليه او المنظمات الدوليه تراهن على المبادرات الشبابيه لتخفيف الاب والمسؤوليه القائمه عليها في المجتمع او في النطاق الجغرافي اللي ممكن تعمل فيه المبادره الشبابيه. واحيانا يعني نادرا ما نجد دعم مع الاسف يعني من قبل المنظمات او السلطه المحليه. السلطه المحليه احيانا او مثلا انا اتحدث مثلا عن صنعاء، انا كنت قبل اشهر في صنعاء، ومن قبلها المبادره مر على تاسيسها مبادره رواد الانسانيه اكثر من 3 سنوات، فكنا نتعرض لضغوط يعني مجازفه كان عملنا، بدلا من ان نلقى الدعم والمسانده معرضين في اي وقت مثلا للاعتقال او المساءله تبع من ومن يدعمك وليش كذا، حتى لو معك تصريح مع الاسف يعني حتى لو استخرجت تصريح تظل تحت سلطه امر واقع، ممكن تتعرض في اي وقت للاعتقال او يعني العمل كان مخاطره بشكل كبير جدا. نعم. والدعم من المنظمه الدوليه غير موجود للاسف، يستخدموها بدل سفر ودعم فني واستشارات ومبالغ طائله وديكورات لا اكثر، بينما الوضع على الارض لم يتغير يعني رغم المبالغ الكبيرة المخصصة في خطة الاستجابة الدولية لليمن خلال السنوات الماضية، لكن نجد كل يوم أن المعاناة تزداد والوضع يزداد قتامة للأسف الشديد. نعم عصام، إذن ما هي رسالة توجهها للشباب الآن العاملين في اليمن؟ كيف يمكن أن يتلافوا هذه الضغوطات وهذا الاستغلال الذي ربما قد يحدث لهم في هذا المجال؟ الرسالة أن يعملوا بحياد ويواصل العمل ولا يأسوا حتى ولو تعرضوا للمضايقة، فمجتمعنا بحاجة ماسة. نعم. والناس تعرضت لصدمة كثيرة خصوصا في الجانب النفسي والاجتماعي، يعني صحيح كثير من المشاكل أنا القائمة هي مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية كثيرة حدثت، ونحتاج إلى دور الشباب في المجتمع وأن لا يأسوا مهما تعرضوا لضغوطات أو تعرضوا لأي مضايقات، وأن لا يكونوا أداه بأي طرف بيد أي طرف يستخدمهم كيف ما شاء لنشر أفكاره أو يكونوا ديكور لأطراف معينة. عليهم أن يعملوا بحياد، العمل الإنساني عمل المفروض بإنسانية كإنسان بغض النظر عن أي انتماء أو تجاذبات، وألا يجعلوا المنظمات الدولية العاملة في اليمن أو المنظمات المحلية التي أصبحت مشبكة مع منظمات دولية كبيرة تستغلهم بحيث انه يفقدوا مثلا طاقتهم الان الموجوده والحماس الموجود.
نعم، إذن عصام الأحمدي كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر من السعودية معنا، ناشط مدني وأيضا تاجر وهو مساعد الحمودي. مرحبا بك سيد مساعد، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أستاذ مساعد. أنت كان لك تفاعل في العديد من المبادرات التي أقيمت في اليمن، ما هي أبرز هذه المبادرات التي نشطت بها ودعمتها؟ ما هي المجالات التي عملتم عليها؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك ولمشاهدينك الكرام، خالص التحية. المشاريع التي دعمناها هي بدرجة أولى مشاريع رصف الطرقات الوعرة في مديرية جبل حبشي، وأهم وأبرز وأكبر هذه المشاريع هو مشروع الطريق العام الذي يتوسط مديرية جبل حبشي، والذي أصبح من جراء الأحداث المنفذ الرئيسي لمحافظة سعد لعدد من المديريات، صار يخدم مديرية شرعب الرونة وشرعب السلام ومصبنة وجبل حبشي، ويتوسط مديرية جبل حبشي يمر من منطقة العيار المنعم إلى سعد، تمام؟ فهذا كان من أكبر المشاريع اللي هو نعمل فيها على مدار سنتين وأخذ وقت وجهد كبير ومبالغ طائلة، وكان بمبادرات ذاتية وشبابية ومجتمعية من المغتربين والميسورين في الداخل دون أي دعم، أي جهات حكومية أو أي جهات مانحة. انطلق منذ سنتين، كان تاريخ 11/11/2019، يعتبر انعقاد السنة الثانية يعني، أو منذ انطلاقة المشروع. نعم أستاذ مساعد، حسب المعلومات التي لدينا أنك قمت بدعم هذه المشاريع بمبالغ مالية كبيرة وضخمة، ما الذي دفعك لدعم مثل هكذا المشاريع التطوعية يقوم عليها شباب في اليمن؟ والله إحساسنا وشعورنا بما يعانيه أهلنا وأبناء بلدتنا جعلنا نندفع وبشدة ونبذل ما بوسعنا ولدينا من طاقات وإمكانيات وتحشيد الجهود والشباب والخيرين لتقديم الخدمة لمجتمعنا في ظل غياب الدولة والجهات المانحة، خصوصا أن الطرق تعتبر شريان حياة ومن المشاريع الهامة التي إيش نحن محرومون منها. أيضا كثرة الحوادث والكوارث التي كانت تحدث كل شهرين وثلاثة أشهر، سقوط سيارة ووفيات وضحايا كثيرة. فبدأنا المبادرة هذه وبدينا بالطرقات، وكانت لي مساهمات أيضا، كانت لنا والجميع والكثير من الخيرين مساهمات في طرق أخرى تخدم مناطق صغيرة أخرى متفرعة من الطريق العام. لكن المشروع الأكبر والأضخم والذي حاز على اهتمام كبير وأبهر الناس كان مشروع الطريق العام، لأنه بامتداد كبير والعمل فيه جاري ومستمر على مدار سنتين وبأكثر من مقاول يعملوا فيه، يعني قد كان يتعدد المقاولين إلى 3-4 مقاولين يعملوا في آن واحد بعدة قطاعات في الطريق العام، والآن نحن أشرفنا على إنجاز ما يقارب 80% من المشروع. فيك الخير سيد مساعد، كيف كان التفاعل السلطة المحلية؟ هل قاموا بدعمكم؟ ما الذي فعلوه تجاه ما قمتم به من ربما إنجاز في هذا المجال في هذه المنطقة التي كانت تحتاج لمثل هكذا مشروع؟ والله بالنسبة للسلطات المحلية زارونا من السلطة المحلية وزاروا المشروع وزاروا عدد من مشاريع رصف الطرقات في القرى الثانية غير الطريق العام جبل حبشي اللي هي طريق المغتربين، وعدونا تقديم الدعم في المراحل الأخيرة هذه في المشروع، وإلى الآن نحن نتمسك بوعودهم ونطالبهم بالوفاء بما وعدوا فيه يعني بدعمنا.
لأن العمل لا زال مستمر والمراحل طويلة. إحنا عملنا مرتب وإداريا وماليا ومحاسبيا وفنيا وميدانيا من جميع الجوانب. مشروعنا بكل المقاييس يعمل وكأننا شركة مبسطة بكل جوانبها المالية والإدارية والمحاسبية دقيقة جدا، من أعمال فنية ومحاسبية مالية إدارية دقيقة جدا، واستطعنا أن نعمل كشركة عبر جروبات في الواتساب. نعم سيد مساعد، مني ومن كل مواطن في اليمن أشكرك جزيل الشكر لكل ما قدمته، شكرا لك ولكل من ساهم معك في هذا المشروع ولكل من استطاعوا أن يدعموا هؤلاء الشباب وهذه المبادرات المجتمعية الجميلة في اليمن. شكرا جزيلا لكم، شكرا أنك كنت معي ضيف عزيز في هذه الحلقة. شكرا لك سيد مساعد الحمودي، أنت تاجر وناشط مدني من السعودية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر من تعز، معنا حنين الذكري وهي ناشطة مدنية، مرحبا بك حنين. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، مساء الخير حنين. ما هي أبرز المبادرات التي تفعل في تعز، وما هي أبرز القضايا أو الخدمات التي تقدمونها في هذه الفترة؟ المبادرات كثيرة والمشاريع اللي تلتمس حاجات الناس، مثل المجالات التنموية والخيرية اللي ابتدأنا في بيئة بشكل عام، لأنه ابتدأت المبادرة وكان في ذاك الوقت الناس محتاجين لكسوة العيد، كسوة الأطفال، الطاقة الشمسية للمساجد. كانت أبرز مشاريعنا وأكثرها في جار الخيري. نعم حنين، كيف هي رد فعل الناس؟ كيف يتفاعل الناس معكم؟ بالبداية وقبل ما يعرفوا المبادرات اللي هم بالأخ. حنين هل ما زلت معي؟ نعم. في البداية الناس ما كانش فاهمين إيش معنى المبادرات، يعني يحسبوا إنه المنظمة هي نفس المبادرة. فواجهنا الكثير من القمع، ويعني ما كانش في ترحيب، لكن بعد ظهورنا والكثير من الأعمال والتوثيق بدوا يفهموا نحن ويهدأوا وكذا. نعم حنين، طيب رسالة توجهها للشباب في اليمن وأيضا للمقتدرين والتجار ورؤوس المال اللي قادرين أنهم يدعموكم في هذه المبادرات؟ الشغل لهم أنه دور المبادرات في المجتمع هو السعي للتخفيف او الالتماس لمعاناه الناس، خصوصا في هذه الاوضاع اللي خلفت النزف والفقر والذعر للكثيرين. فنحن ما يعني اعمالنا ما هي الا سواء التخفيف، سواء بالمشاريع الاجتماعيه او التنمويه اللي هي برامج التدريب والتاهيل والتوعيه، او بالمجالات الفنيه اللي تعكس صوره جميله للشباب وللاطفال. نعم، إذن حنين الذكري ناشطة مدنية كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من صنعاء، معنا عبد الرحمن دغار، مرحبا بك عبد الرحمن، مساء الخير. يا مرحبا، مساء الخير والعافية. أهلا بك عبد الرحمن، كيف هو العمل التطوعي في صنعاء وما هي أبرز العوائق التي تواجهكم في هذه المنطقة؟ احنا المبادرة حقنا مش في صنعاء، في حجة في مديرية كشر حجوز. كانت كبداية، هي بدأناها بالتزامن مع فصل الشتاء هذا الموسم. كانت ارتجالية، أنا واحد الأصدقاء جغشر اليزيدي فكرنا بفكرة أنه في مع دخول موسم فصل الشتاء أنه نحاول نجمع عدد كبير جدا من الملابس الفائضة لدى سكان المجتمع ويتم توزيعها على المحتاجين أو النازحين المتواجدين في منطقة عاهم في كشر. نعم، وكيف كان تفاعل الناس ايضا، وهل هنالك تفاعل من الداعمين للعمل التطوعي في حجة؟ هو الكلام تم طرحه على اكثر من شباب في اكثر من عزلة داخل اطار المديرية اللي هي مديرية كشر، لم تخرج المبادرة عن مديرية كشر فقط، داخل مديرية كشر تم طرح الموضوع على اكثر من شاب داخل اكثر من عزلة
وتم التفاعل بشكل كبير. جمعنا عدد كبير جدا من الملابس الفائضة وتم توزيعها على النازحين في منطقة عام. عبد الرحمن، طيب رسالة توجهها للشباب في محافظة حجة وأيضا للمقتدرين والتجار. نتمنى من الجميع أن يتفاعلوا مع مثل هذه المبادرات لأنها تسهم في سد الكثير من الفراغ الذي تركته مؤسسات الدولة والحكومة، لأن هناك كثيرين ناس عندهم احتياجات كبيرة في جانب الغذاء، في جانب الملابس، في جانب الصحة، وهذه المبادرات تغطي بشكل كبير مثل هذه النواقص. المبادرات هي حاجة دائما ما تكلش، ما تأخذ عليك أي جهد ولا مال، فقط تفاعل من المجتمع من الشباب، وسيتم الحصول على كل ما تريده من أجل مساعدة المحتاجين والنازحين والفقراء. نعم، إذن عبد الرحمن دغار كنت معي من حجة، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. من صنعاء ولا من حجة؟ كنت معي من صنعاء. إذن اتصال آخر معنا، أسامة الحبيلي من الحديدة، مرحبا بك أسامة. أسامة الحبيلي معك. من؟ تفضل أسامة. أسامة الحبيلي من الحديدة. الحبيلي مرحبا بك أسامة. أسامة وليس أسامة. أسامة أهلا وسهلا بكم. أوكي تفضل أسامة. برنامجكم المنصة. طبعا المبادرات احنا لدينا مبادرتين الان قمنا بها، من ضمن المبادرتين المبادره الاولى هي البحث في المشاريع في القرى الريفيه في قرى بيت الفقيه، فوجدنا بعض القرى ليس لديهم مياه متوفره لديهم، ويضطرون الى البحث عن المياه من قريه الى اخرى وترك اطفالهم المدارس بسبب هذه شحه المياه والبحث عنها، يبحثون كيلو الى كيلو الى 3 كيلو. قمنا الحمد لله بالتنسيق مع مبادره تراعم في بيت الفقيه، وعملنا بعض الخزانات والتمديدات لهذه القرى ووفرنا الحمد لله لهم الماء. هذه المبادره الاولى قمنا بها في مدينه بيت الفقيه في قريه السطيح. ولنا مبادرات عديده، وحاليا الان نقوم معنا مبادره مع نشطاء شباب من الحديدة لصد وباء حمى الضرح الذي يواجه مديرية بيت الجراحي وزبيب، وحاليا يتوجه الى بعض المناطق في مدينة الحديدة. فنحن الان باذن الله بصدد التوعية، عمل توعية شبابية على كل الحارات وفي المناطق الموجودة في الحديدة المنشورات والملصقات والستيكرات، وعمل ايضا لقاءات مع الشباب والنساء ايضا في الاسر وزياره المنازل. هذه بعض المبادرات التي نقوم بها باذن الله. شكرا جزيلا لك أسامة ولكل الجهود التي بذلتها، وشكرا أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر من وليد الجندي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك أسامة، ما رأيك بموضوع حلقتنا لهذا اليوم؟ ما هي أهمية العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية في ظل غياب عمل المؤسسات الحكومية؟ اهلا مرحبا اخت امل، اولا ارحب بك وبرنامجي هذا الشيق والذي من خلاله يسلط الاضواء على كثير من مشاكل البلاد والناس. طبعا اعتقد العمل الخيري او خلال منظمات المجتمع المدني هو مهم في خاصه في بلادنا والوقت الذي نمر فيه. فعندك مثلا في حاجات كثيره ايجابيات وسلبيات لها، من ضمنها يعني اتاحه الفرصه للمشاركه وتبادل الخبرات والثقافات بين الشباب، وهذا يعني شيء ايجابي للكثير منهم. وكذلك يعني تعمل على المحيط المحلي وفي كل منطقه، لكل في منطقته.
يعني قد تجدين مثلا مبادره خيريه من بعض الشباب على مستوى قريه او مستوى حاره. يتطور هذا الى 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 مجال اكبر على مستوى العزلاء وعلى مستوى المديريه. نعم، اذا وليد الجندي شكرا جزيلا لك. اتصال اخر من حمزه القديمي من مارب، مرحبا بك حمزه. مرحبا، سلام. اهلا بك حمزه، كيف هو العمل التطوعي والمبادرات المجتمعيه في مارب؟ ما هي ابرز الصعوبات التي يواجهها الشباب المتطوعين في مارب؟ في الحقيقه مارب تطورت في الفتره الاخيره بشكل كبير في الجانب العمل التطوعي والكيانات المصغره. والسبب انه توسعت على عمل هذه الكيانات بسبب زياده الكثافه السكانيه في مارب، ما جعل مارب ارض خصبه لانتعاش هذه المبادرات. يعني في البدايه في العام 2016 تقريبا لم يتواجد الا مبادره واحده، اما الان تواجد العديد من المبادرات وهي تعمل في عده مجالات والتي كان لها العديد من المنشات، او مثل بعض المبادرات من الجامعات وايضا بعض المبادرات انطلقت من المدارس وغيرها من الاماكن. بالنسبه للصعوبات التي تواجهها المبادرات في مدينه مارب هي غياب دعم السلطه المحليه لهذه المبادرات بشكل تام وكبير، واهتمامها بمجالات اخرى والتي من الاصل يعني في الاصل تهتم بها بشكل كبير كونها داعم وعكازه رئيسيه لمساعده المجتمع في مدينه مارب. ايضا ضعف التجارة الناشئه والجيده وبين رؤوس الاموال الموجودين في مارب. نعم، إذا حمزة القديمي كنت معي من مارب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لاستطلاع بعض التصريحات التي تم أخذها من قبل مراسلينا في بعض المدن اليمنية. طبعا في شباب فعالين جدا، لو تستثمر طاقاتهم فهي هائلة لأن تصنع يعني دولة قوية جدا، بس المشكلة أنه ما في تشجيع لقدرات الشباب، ما في أي اهتمام بهذا الفئة النشيطة. المبادرة أظهرت روح التعاون وأظهرت المميزات التي كنا نجهلها دائما. أما من ناحية الإغاثات والكذا، صح أنه الإغاثات بتعمل دور من ناحية الإغاثة المادية. دور المبادرات الشبابية المجتمعية في تنمية المجتمع دور فعال وبارز، خاصة في ظل غياب السلطة الرسمية والمؤسسات الرسمية، فنرى المبادرات الشبابية في أكثر من نشاط، في تكريم المدرسين، في تشجير الشوارع والنظافة، حتى ولكثرة المبادرات في الفترة الأخيرة تم تشكيل مجلس أعلى للمبادرات في محافظة مارب، ونلتقي فيه بشكل دوري مع مستشار وزير الشباب والرياضة. في هذا الشيء يعني أتاح مجال للمبادرات العمل في ظل غياب هذه المؤسسات الرسمية، حتى أنه في بعض حتى في الأعياد الوطنية أصبح دور المبادرات أكثر من دور المؤسسات الرسمية. أولا من ناحية أهمية دور المبادرات المجتمعية، بالذات المبادرات الطلابية التي تنطلق من الجامعات، مثل المبادرات التي تنطلق من جامعة إقليم سبا، لها دور كبير وعظيم وذو أثر في كبير. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر كل من تفاعل وكل من كان ضيف معي في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.